أنا الآن في شارع العرصات متوجه إلى شركة عمالة عبر القارات في الشارع هذا، شارع المصرف الوطني الإسلامي. من هالشارع هذا تدخل على طول، راح أتكلم عن شيء مهم فيه. يعطيكم العافية، أنا في هالمكان جايب لكم شغلة مفيدة وحلوة. شركة عمالة عبر القارات، استقدام وتشغيل الأيادي العاملة العراقية والأجنبية المحدودة، عقود سنوية وشهرية أيضا حتى يومية بعد. أنا الحين داخل الشركة هذه، وعلى فكرة فرعها الأول في دبي والفرع الثاني صار في بغداد في منطقة العرصات. بسم الله ندخل ونتكلم شوي. الحلو في هذه الشركة أنها تستخدم عمالة من كلا الجنسين ومن جنسيات متعددة، سواء كانت الأفريقية أو الآسيوية وحتى الروسية، وأيضا الجنسيات العربية بعضها. الحلو في الشركة هذه أنها توفر لك أيدي عاملة، موظفين من كلا الجنسين ومن الجنسيات اللي ذكرتها، وعلى حسب مشروعك، إذا كان عندك فندق، مستشفى، مركز تجميل، صالون حلاقة، أي شيء عندك، حتى إذا كان كوفي أو مطعم أو أي مشروع تحب أن يكون عندك موظفين، هم راح يجهزونك بموظفين على حسب طلبك. على فكرة ما بينسى، اللي يبي assistant أو يبي بيبي سيتر، يعني مساعد أو جليسة أطفال أو موظف خدمة في المنزل أو أي شيء، هذا هم بعد يجهزونه ترى. لكم العنوان، هذا شارع السدة في منطقة العرصات، خليه لافتة في المكان، تدخل على طول هذاك الشارع.